من هو بهاء العمدة وأسرار رحلته من الجيزة إلى أسوان على الحمار؟ أثارت قصة بهاء العمدة أو المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بجحا المصري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدره الترند، وبدأ الجميع يتساءلون عن قصة صاحب رحلة الحمار وسبب تصدره الترند. ونستعرض معكم في هذا الفيديو تفاصيل قصة صاحب رحلة الحمار. بهاء العمدة شاب ثلاثيني من محافظة سوهاج، قرر أن يخوض رحلة تمتد من الجيزة حتى أسوان مستخدما الحمار للتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة في كل مركز وقرية. اشترى الحمار ونيسة من إحدى الأسواق وقرر أن يخوض معها تجربة السفر من الجيزة حتى أسوان حتى يتعلم اللهجات كافة ويمر على العادات والتقاليد الخاصة بكل قرية. وبدأ بهاء العمدة رحلته على ظهر حماره، حيث كانت محافظة المنيا أحد محطات رحلته والذي حرص أن يتفاعل مع أهلها. وبدأت رحلة يوم 6 من شهر فبراير الجاري من محافظة الجيزة حتى وصل إلى مدينة مطاي في شمال المنيا، إذ استضافته أهالي عزبة لطف الله للراحة والمبيت. كما يحرص بهاء العمدة على توثيق كل رحلته عبر خاصية البث المباشر، كما يحرص على نقل كلام الأهالي وأرائهم عن مسميات القرى والعادات والتقاليد الخاصة بهم، كما أن هناك سيارة 7 راكب ترافقه بها جميع احتياجاته الخاصة واحتياجات الحمار. كما صرح بهاء العمدة الشهير بصاحب رحلة الحمار في تصريحات صحفية سابقة أن هدفه الأساسي من الرحلة هو التعرف على اللهجات والعادات والموروثات المختلفة في كل مكان بعيد عبر خوض مسافة تتجاوز 1000 كيلو والتي قد تستغرق شهرا أو أكثر. كما أضاف أن جاءته فكرة الرحلة بعدما شعر بالفضول لمعرفة أسماء القرى وما سبب التسمية، حيث بحث في كثير من الكتب عن سبب تسمية قرية أبو النمرس أو الحومدية وغيرها من القرى التي تحمل أسماء مختلفة وغريبة. واعتقد أن يسهل أهالي القرى عن ماضيها وأسباب التسمية وأهم العادات والتقاليد التي تميز القرية عن غيرها. كما أوضح أنه واجه بعض الصعوبات خلال رحلته، منها عدم سماح قرية بيا والفشن بمحافظة بني سويف الأهالي له المبيد بالطريق. أما في محافظة المنيا فواجه صعوبات كثيرة في التصوير وتصريح التصوير، ووصل في رحلته إلى قرية مغاغة بالمنيا. كما يستعرض يوميا حكايات عن حسن استقبال الأفراد له وحسن مراعاتهم لرحلته، ومنهم من يشجعه وينبهر بالذي يقوم به. وقطع بهاء العمدة حتى الآن حوالي 250 كيلومتر منذ بداية رحلته. كما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا وأثار غضب وسخط العديد من المواطنين مطالبين بالقبض عليه، واصفين ما قام به بالقسوة والعمل غير الإنسانية واستغلاله للحمار حتى يتصدر الترند، وبكونه شخص مريض يستغل مخلوق ضعيف حتى يحقق شهرة. حيث اختار بهاء العمدة أن يقوم برحلته على ظهر الحمار لمسافة أكثر من 900 كيلومتر حتى يتعرف على عادات وتقاليد القرى والمجتمعات، في حين يستطيع القيام برحلته من خلال سيارة مجهزة أو أي وسيلة أخرى، لكنه لن يتصدر الترند وقتها.